الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب تلبيس إبليس على الصوفية في النكاح، وتحدثنا في الدرس السابق عما يسببه ترك النكاح، فقلنا أن المصنف رحمه الله تعالى يقول: واعلم أنه إذا دام ترك النكاح على شبان الصوفية أخرجهم إلى ثلاثة أنواع. وذكرنا النوع الأول وهو المرض بحبس الماء، المرض بحبس الدني بحبس ماء الرجل. والنوع الثاني وهو الفرار إلى المتروك، أنهم يصبرون فإذا بهم لا يطيقون صبرا فيفرون إلى ما تركوه وينغمسون فيه انغماسا شديدا فوق الحد والحاجة. وها نحن اليوم مع النوع الثالث وهو الانحراف إلى صحبة الصبيان. قال: فإن قوما منهم آيسوا أنفسهم من النكاح، يعني حرموا ذلك على أنفسهم حتى يأسوا منه وقطعوا الأمل من الزواج، فأقلقهم ما اجتمع عندهم يعني من شهوة أو من مني قد خلق الله تبارك وتعالى في أجسادهم ليصرف في طريق الحلال، لكنهم لم يصرفوه فصاروا يرتاحون إلى صحبة المردي. نسأل الله العفو والعافية. يعني انتكست فطرتهم حتى إنهم يمارسون ذلك مع المردي، مع الصبيان ومن شابههم. وقد دبس إبليس على قوم منهم تزوجوا وقالوا: إنا لا ننكح شهوة. إنهم تزوجوا لكن لا عن شهوة. عن ماذا إذا تزوجتم؟ يقولون: نريد أن نصيب السنة، لأن الزواج سنة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن أرادوا أن الأغلب في طلب النكاح السنة جاز ذلك. فإن أرادوا أن الأغلب في طلب النكاح السنة جاز ذلك، وإن زعموا أنهم لا شهوة لهم في نفس النكاح فمحال ظاهر. إن أرادوا بفعلهم هذا أنهم يحققون أمرا دينيا وأمرا دنيويا ويطلبون الأجر في أمر دنيوي بتزوجهم طالبين السنة مقدمين السنة، لأن الزواج سنة الأنبياء والمرسلين وسنة كونية قد جعلها الله تبارك وتعالى في خلقه جميعا، جاز لهم ذلك. وإن زعموا أنهم لا شهوة لهم فإن ذلك محال ظاهر، فالله تبارك وتعالى خلق هذه الشهوة فينا وجعل لها مصرفا. فصل: وقد حمل الجهل أقواما فجبوا أنفسهم. جبوا أنفسهم، الجب القطع، والجب ها هنا هو قطع آلة الرجل. الجب قطع آلة الرجل، وهو يختلف عن التبتل أو عن الوجاء، وهو قطع خصيتين، بينهما فرق ظاهر. الجب المجبوب الذي قطعت آلته، قطع ذكره. وزعموا أنهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى، أنهم يستحون من الله تبارك وتعالى، وهذا الحياء دفعهم إلى أن يقطعوا تلك الآلة التي خلقها الله تبارك وتعالى لهم، فهي من تمام خلقه لهم.
ولولاها لما سمي الرجل رجلا ولما سميت المرأة امرأة. فيزعمون أنهم يطلعونها حياء من الله، الله سبحانه وتعالى يراهم بهذه الآلة ولا يعلمون أن الذي خلق هذه الآلة، وكأنه لا يعلمون أن الذي خلق هذه الآلة هو الله تبارك وتعالى الذي قال قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهي من حسن تقويم الإنسان الذي خلق الله تبارك وتعالى، ولا نصور رجلا من غير تلك الآلة. وهذه يقول غاية الحماقة لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، أعيت من يداويها، ليس لها دواء الحماقة، لأن الله تبارك وتعالى شرف الذكر على الأنثى بهذه الآلة، شرف الذكر على الأنثى وجعله ذكرا بهذه الآلة لا بغيرها، بهذه الآلة. ومهما كان الذكر ذكرا في خارجه وليست عنده هذه الآلة أو حتى عنده ولا تعمل، فإن 90% من رجولته تذهب، من ذكورته تذهب، لا يسمى في عرف الناس لا رجلا ولا ذكرا، بل يسمى مجبوبا عنينا، يسمونه أسماء مخنثا، قل ما شئت، لكن لا يسمى ذكرا ولا رجلا. وخلق الله تبارك وتعالى لتكون سببا للتناسب، والذي يجب نفسه يقول بلسان الحال الصواب ضد ذلك، الذي يقطع هذه الآلة كأنما يقول أن الصواب ضد ما خلق الله تبارك وتعالى، وهذا تغيير لفطرة الله التي نهى عن تغييرها في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذه لا تبديل لخلق الله هي خبرية، يعني الظاهر من الآية وكأنه إخبار بأن فطرة الله لا تتغير، أن خلق الله لا يتغير. والقرآن الكريم أسلوبه إما إنشائي وإما خبري، القرآن أسلوبه إما إنشائي وإما خبري، فالإنشاء أمر ونهي وطلب وما شابهه، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، كقولك جاء محمد، جاء محمد، هل هذا إنشاء أم خبر؟ هذا خبر، فيحتمل أن يكون كذبت أو صدقت، أن يكون هذا الخبر الخبر صادقا أو كاذبا. لكن لو قلت لك أغلق الباب، هذا يسمى بالإنشاء، أنشأت كلاما جديدا فيه أمر أو نهي أو طلب أو ما شابه ذلك، فلا يحتمل إن قلت لك أغلق الباب أن يكون صدقا أو كذبا، أغلق الباب ليس فيه احتمالات. فهذه الآية لا تبديل لخلق الله، في ظاهرها أنها من الأسلوب الخبري في كتاب الله، كأنه يخبرنا أن الفطرة لا تتغير. والمتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يجد كثيرا من الأساليب الخبرية التي وإن انطوت على خبر في ظاهرها، إلا أن هذا الخبر بمعنى الإنشاء، هذا الأسلوب الخبري بمعنى الإنشاء ويدل على الإنشاء، فيكون المعنى هنا لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدل خلق الله، أو لا يجوز لكم أن تبدل خلق الله. وهذا يفيدنا في فهم آيات كتاب الله وفي فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا من مباحث البلاغة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفيد المرء منه كثيرا إذا وجد في كتاب الله أو في سنة وسلم ما يدل على تحريم أو تحليل إخبارا على هيئة الخبر، فيفهم منه معنى الأمر أو معنى النهي وليس معنى الإخبار. وذلك لأننا لو حملناه على معنى الخبر لكذبنا كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الناس قد غيروا الفطرة
ونكسوها. فكيف نقول أن معنى الآية أنه لا تبديل لخلق الله، أنه لا يتبدل خلق الله؟ ماذا نفعل بالمخنثين وبفاعل قوم لوط وبغيرهم وبغيرهم وبغيرهم؟ ماذا نقول عنهم وقد بدلوا فطرة الله وبدلوا خلق الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فاجتالتهم الشياطين أي غيرتهم عن الوجه ونكست فطرهم. إذن الفطرة تتغير، الإنسان يمكن له أن يغير فطرته وأن ينكسها إذا اجتالته الشياطين، لكن معنى الآية أنه لا يجوز لنا أن نغير خلق الله ولا أن نغير فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الذين يقولون بجب أنفسهم، الذين يجبون أنفسهم، يقولون لسان حالهم يقول إن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها ليست صوابا، ليست صوابا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن جب الفحل، نهانا عن خصاء الفحل من الحيوان، ونهى عن خصاء الخيل، ونهى عن خصاء شيء آخر مع الخيل، ورد في الحديث. على أي حال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خصاء الحيوانات وخصاء الفحول بصفة عامة، لأن خصاء الفحول يدمر الثروة الاقتصادية للمسلمين ويدمر معايشهم، فلو خصينا الفحول فكيف تتكاثر هذه البهائم، وكيف يأكل الناس، وكيف يشربون، يحتاجون إلى الفحول كي تنزو على الإناث وتحمل هذه الإناث وتضع، ويأكل الناس ويشربون الحليب ويصنعون الجبن. هذا كله من الميزان الذي جعله الله تبارك وتعالى في الأرض، وقال ألا تطغى في الميزان. فجب الفحول وخصو الفحول هو من الإخسار في الميزان، وهو من الطغيان في الميزان. وميزان الطبيعة ينبغي على المسلمين أن يحافظوا عليه كما تركه الله تبارك وتعالى، لأنه أعلم وأدرى بمصلحتهم. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ ثم قطعه الآلة، هذا الجب، هل يغير شيئا؟ هل هذا الجب يغير في شهوتهم شيئا؟ الأمر واضح في أن الجب لا يمنع شهوته، الجب لا يمنع الشهوة، وإنما يمنع الشهوة رد الخصيتين الوجاء، التبتل، قطع الخصيتين هو الذي يمنع الشهوة. أما قطع الآلة لا يمنع الشهوة أبدا، فيزداد المجبوب، فما يزداد المجبوب بجبه آلته إلا حسرة، إلا حسرة، يشتهي وليس له آلة، فما يستطيع أن يفعل شيئا. فهذا يعني في الحقيقة مفهوم باطل. إذا قطعه الآلة لا يزيل شهوة النكاح من النفس، فما حصل لهم مقصودهم؟ المقصود لم يحصل، يعني الذي أرادوه من جبه لأنفسهم إزالة الشهوة لم يحدث. إذن هذا يعني محال. فصل ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد، في ترك طلب الأولاد. أخبرنا المحمداني ابن ناصر وابن عبد الباقي قال أنبأنا حمد بن أحمد، أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، حدثنا إسحاق بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول الذي يريد الولد أحمق لا للدنيا ولا للآخرة. الذي يريد الولد هو أحمق، أحمق يعني لا للدنيا ولا للآخرة، لا يستفيد من دنياه ولا يستفيد من آخرته. فالولد يعطل عليه دنياه ويعطل عليه آخرته،
لا يتركه يتمتع بالدنيا فإنه يصرخ ويبكي ويمرض ويحتاج إلى طبيب وكثرة عمل كي تطعمه وإلى آخره، وتبقى قلقا عليه ومنشغلا، ولا في الآخرة لأنه يعطلك عن العبادة، يعطلك عن العبادة. إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نقص عليه حياته، يعني إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نقص عليه، وإن أراد أن يتعبد شغله عن العبادة. الولد مبخلة مجبنة محزنة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن أو الحسين وهو على المنبر في صلاة الجمعة فأقبل فنزل من على المنبر وحمله، ولعله سبب الحديث الولد مبخلة مجبنة محزنة، وهناك كلمة أخرى نسيتها. فالأبناء يشغلون وزينة هذه الدنيا، هذا ظنهم، هذا هكذا يقول هذا الصوفي، أن الأولاد لا إلى الدنيا ولا إلى الآخرة، لا يصلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت وهذا غلط عظيم، وبيانه أنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الدنيا اتصال دوامها، لماذا أوجدها الله تبارك وتعالى؟ ليعمركم فيها، إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى جعل هذه عمارة هذه الدنيا وخلقها مريدا بذلك دوام اتصالها، أن تبقى متصلة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن ينقضي أجلها. وكان الآدمي غير ممتد البقاء فيها، فليس بأحد من الناس مخلدا في هذه الدنيا، ليس أحد مخلدا في هذه الدنيا، فكلنا نفنى بعد عام أو بعد ألف عام. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما ثم مات، فلا يخلد أحد في هذه الدنيا إلا إلى أمد يسير أخلف الله تعالى منه مثله، فحثه على سببه في ذلك، تارة من حيث الطبع بإيقاد دار الشهوة، وتارة من باب الشرع. إذن لأن الإنسان لا يمكن له أن يرتد بنفسه ويبقى إلى زوال هذه الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى أخلف الله تبارك وتعالى منه مثله، أخلف منه جعل له ذرية، وجعل له نسلا، وجعل لهذا النسل نسلا، وهكذا حتى تقوم الساعة يتنسلون وتعمر هذه الأرض. وجعل لذلك سببا، إما بانتقال الشهوة، بانتقال طبع الإنسان ووجود الشهوة فيه، وهذا أمر غريزي في كل مخلوق، هذا الأمر الغريزي يحثك على الحصول على الأنثى لتفرغ ما جعله الله فيك وتصرفه حيث يريد الله تبارك وتعالى. يعني هذا باب يعني طبيعي غريزي فيك، فطرة فطرك الله تبارك وتعالى عليه. وتارة حثك عليه من باب الشرع، حثا وأمرا وتحسينا وتزيينا، وجعل لك في ذلك أجرا وصدقة. قال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. والصالحين من عبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى يحثنا عليه باب الشرع هنا، لا باب الشهوة المحضة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول: وإني لأصيب المرأة ما لي بها من حاجة، ولا من شهوة ولا من حب، ابتغاء الولد، ابتغاء الولد، أن يكثر الله تعالى شوكة المسلمين، وأن يكثر نسلهم ليعمروا الأرض ويعبدوا الله ويوحدوه لا يشركوا به شيئا. وإني لأصيب المرأة ما لي بها من حاجة، أو في رواية لعلها: وإني أتزوج المرأة لا حاجة لي بها بغية الولد. يقول
وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه ضعيف قد ذكرناه قبل ذلك: تناكحوا تنازلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. فهذا الحديث فيه ضعف بهذه الصورة، فيه ضعف بهذه الرواية. ليس في الحديث الصحيح ليس فيه ولو بالسقط. وقد طلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأولاد، فقال تعالى حكاية عنهم: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهل فعل الأنبياء شيئا غير محبة إلى الله تبارك وتعالى؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لذلك قلنا: من طلب رتبة فوق رتبة الأنبياء، أو من تعاطى رتبة أعلى من رتبة الأنبياء، فقد ابتدع وضاع وخسر وخاب. إياك أن تتعاطى رتبة فوق رتبة. لذلك لما تعاطى الصوفية رتبا فوق رتب الأنبياء ضاعوا وضلوا، اخترعوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الأنبياء أكمل الناس دنيا ودينا، يعني في أمور الدنيا وفي أمور الدين، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم مثلا للناس، أمثلة وقدوة للناس يقتدون بها. إذا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إلى غير ذلك من الآيات. نعم. وتسبب الصالحون إلى وجودهم، إلى وجود هذه الذرية، ورب جماع حدث منه ولد مثل الشافعي. هذا يعني هذا أمر، لو جاء رجل، لو رزق الوالد ولدا كالشافعي رضي الله عنه، ابشر، ابشر ايها الوالد بالاجر العظيم الذي تحصده وبالحسنات التي تحصل عليها، فملايين الناس سيتعلمون ويقرؤون ويدرسون مقال الشافعي ويدرسونه، ووالده يحصد ذلك في ميزان حسناته. يعني نعم الجماع هذا الجماع، ونعم الولد هذا الولد. وكذلك أحمد بن حنبل، فكان خيرا من عبادة ألف سنة. لماذا؟ لأنك ستحصل على أجر له أول وليس له آخر. ولو عبدت الله ألف سنة وانقطعت العبادة فقد انقطعت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، تنقطع العبادة. أما هذا العلم الذي يخلفه ولد كالشافعي وكأحمد ومالك وأبي حنيفة، أنت تحصل أجره إلى قيام الساعة. وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة والإنفاق على الأولاد والعيال، ومن يموت له ولد، ومن يخلف أو يخلف ولدا بعده. فمن أعرض عن طلب الأولاد والتزويج فقد خالف المسنون والأفضل وحرم أجرا جسيما، ومن فعل ذلك فإنما يطلب الراحة. وهذا نراه الآن متعلق الأولاد، متعلق الأولاد في هذه الدنيا عظيم جدا فيما يتعلق بأمور الشرع. فابتداء من الزواج وإكمال نصف الدين، إذا تزوج أحدكم فقد أكمل نصف دينه فليتق الله النصف الآخر. ثم حصولك على الأجر في رفع اللقمة إلى في امرأتك وإلى مواضعتك أهلك، وإن في بضع أو بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحد أهله وله صدقة؟ قال: رأيت من وضعها في حرام أيكون عليه أو تكتب له سيئة عليه وزر؟ قال: نعم. قال: كذلك إن وضعها في الحلال فإن له بها صدقة أو يكتب له بها أجر. ثم يولد له الولد،
فيطبق فيه السنة من حلق شعر، من أذان وإقامة وحلق تحنيك وحلق شعر ومسح رأس بعطر وعقيقة وما شابهه، ثم يربيه تربية حسنة فله الأجر في ذلك عظيم الأجر. وإن مات هذا الولد فإنه يكون له شفيعا يوم القيامة. وقل ما شئت، يعني الخير في باب الأولاد كثيرا، الخير عظيم، فمن ترك ذلك فقد ترك خيرا عظيما. والذي يترك ذلك لا شك أنه الذي يتركه يعني إنجاب الأولاد فإنما يقلد الكفار في ذلك، هذه عادة الكفار. لماذا؟ لأنهم أحرص الناس على حياتهم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وهذا الذي هو حريص على الحياة يعلم أن الأولاد حجر عثرة في طريق تمتعه في حياة الدنيا. ولذلك ترون أن الكفار وكثيرا من الملل والمحن لا يتزوجون إلا متأخرين، وإن تزوجوا متأخرين وأنجوا وينجبون ولدا واحدا، وهذا الولد يعهدون به إلى دور الحضانات وتربية الأطفال وما شابه ذلك. لماذا يفعلون ذلك؟ لأن الطفل معيق لهم عن تمتعهم في الحياة الدنيا. أمر تقول أتزوج الآن وأنجب طفلا، فهذا الطفل يمنعني النوم، أولا أحمل وأسمن وتتهدى العضلات ويصبح شكلي يعني الله المستعان، وهذا يعني لا يحبه الرجال كثيرا، الرجال يحبون المرأة جميلة مرتاحة رشيقة، عندما تصبح المرأة مثل الضفدع هكذا من الطفل ما أحد يرغب فيها، وهي لا تريد هذه، تريد أن تكون مرغوبة عند الرجال، كرة يعني يتقاذفها الرجال بينها وبينه. فإن وضعت زاد الحمل والهم، فإن الطفل لا يقيمها بالليل، لا تنام، لا يتركها تنام بالليل، وبالتالي يزداد إرهاقها وتعبها، وبالتالي تزداد رغبة الرجال عنها لأنها مصدر قلق هي وولدها، وربما تكثر أمراضها، وربما. فهذا بالنسبة لهم لأنهم لا يرجون فيه أجرا من الله يخرب عليهم حياتهم، وهم ليسوا يعني بالحق إلى درجة أنهم يقولون يعني لا دنيا ولا دين، إما دنيا وإما دين، فدين ليس عندهم دين، إذن الدنيا. فالأطفال وكثرة الأطفال يتعارضون في الظاهر مع لذة الحياة الدنيا، يتعارضون في الظاهر مع لذة الحياة الدنيا. لذلك كان ترك الإنجاب وترك الأولاد هو تقليل للكفار. ولذلك إذا نظرتم إلى هذه البسيطة اليوم، فليس على وجه الأرض ملة من الملل ولا نحلة من النحل تنجب الأولاد غير المسلم بهذه الكثرة، 5 و6 و10، إلا المسلم. مهما اختلفت الأديان، نصارى كانوا، يهودا كانوا، بوذيين، كفار، مشركين، هندوسا، سيخا، إلا في المجتمعات التي تحتاج إلى الأطفال لاستعبادهم. في الهند مثلا وبعض البلدان، يعني المجتمع القروي، المجتمع الزراعي، يحتاجون للأطفال لا حبا في الأطفال لكن حبا أيضا في الدنيا، فإنه كلما أنتجوا أولاد يعملون في الحقول ويجدون المحاصيل ويأتون بالدخل للوالد. فهذا باب من أبواب الاستعباد حقيقة، وباب يعني باب ليس من الأبواب الجيدة حتى في أمور الدنيا، هذا استعباد واستحقار الأطفال واستخدام لهم.
ولذلك تجد هذه المجتمعات مجتمعات محطمة، تجدها مجتمعات محطمة. البشر فيها مسحوق الشخصية، يعني مجتمع الهنود مجتمع معروف في بلادنا بلاد الخليج يستخدمونه ويظلمونه ويؤذونه، شخصياتهم محطمة لأنهم تربوا على ذلك من صغرهم، هم في احتقار وإذلال وأذى واستعباد. أما عند المسلمين فليس الأمر كذلك، الأمر عندهم أنهم يبتغون وجه الله بذلك ويكثرون سواد المسلمين ويتباهون بالنسل من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، ويعلمون أن المرأة إذا حملت فلها أجر وإذا وضعت فلها أجر، وإذا وضعت فإنها بكل طلقة من طلقات الولادة يغفر الله لها حتى تعود بعد الولادة وكأنها ورقة بيضاء لا لها ولا عليها، يعني صفحة بيضاء. ولذلك يكثرنا من الحمل والولادة بفضل الله تبارك وتعالى، يكثرنا من ذلك. نعم. إذن يعني إن شاء الله تعالى أوصيكم بالذرية خير، أكثروا من عدد النكاح وغربوه، وأكثروا من الأولاد، أكثروا من الذرية، أكثروا من يقول لا إله إلا الله على وجه هذه المصيبة. نعم. قال أخبرنا عمر بن ظفر، أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراجي، أنبأنا أبو القاسم الأزدي، حدثنا ابن جهضم، حدثنا ابن الحلي قال سمعت الجنيد يقول الأولاد عقوبة شهوة الحلال. والجنيد رحمه الله من طبقة من طبقات الصوفية الجديدة بداية أمرها، من فيهم خير ويضرب بهم المثل بزهدهم وورعهم، لكن كما قلت البدعة تبدأ في زاوية ضيقة ومع الوقت تتسع حتى تصل إلى ما يعلمه إلا الله عز وجل. فأول ضيف خطرة وطريق ألف ميل يبدأ بخطوة، فتبدأ المسألة بمثل هذه التخريفات وهذه الخرافات ثم تتسع إلى أن تصل إلى مواصيل الشرك وما شابه ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال الأولاد عقوبة شهوة الحلال، كيف يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتناسل وأن نتكاثر وأن نتزوج وأن ننجب الأطفال وأن نربيهم تربية حسنة، ويقول أنها عقوبة، وكيف يطلب الأنبياء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كيف يطلب النبي عقوبة؟ هذا تخريف، يعني هذا من الخبل. فما ظنكم بعقوبة شهوة الحرام؟ لا الآن، يعني هو إن أتاها في الحلال أو أتاها في الحرام فإن النتاج هو ولد في 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 كلتا الحالتين ولد، يعني إذا أتى المرأة بالحرام سيأتي منها بالترد ولد. تفهمون الكلام ليس متناسبا، يعني الأولاد عقوبة شهوة الحلال، فما بالكم بعقوبة شهوة الحرام؟ خير، إن فلسفناها تفلسفت يعني لا محل لها من حقيقة. ليس الأولاد بعقوبة، وهذا خطأ جسيم أبدا، ليست الأولاد عقوبة لأحد إن شاء الله تعالى، وإن كان يقال إنه ربما يعاقب الوالد بولده، يعني يكون إما من باب تكفير الذنوب وإما من باب العقوبة وإما من باب رفع الدرجات، أن يصاب الوالد في ولده سواء بموته سواء بمرضه سواء بفتنته فيه، أن يكون ولدا غير صالح كما رزق نوح عليه السلام بولده الذي قال الله تعالى فيه إنه ليس من أهل لأنه عمل صالح، أو كالولد الذي قتله موسى. فالأمر قد يكون كذلك، لكن ليس جميع الأولاد من باب العقوبات، وليس كل عقوبة في الولد تدل على أن الولد غير صالح أو أنه لا ينبغي. إن عاقبني ربي حتى يرجعني إلى ديني بأن آذاني في ولدي
بأن مرض فأسهر بسبب مرضي أو أتأذى أو أتألم، فهذا يكون قد يكون باب امتحان واختبار والفتنة، قد تكون رحمة بي، قد يكون سببا في رفع درجاتي، قد يكون سببا في أن أستيقظ وأبتعد عن المعاصي والفحش وما شابه ذلك. أقول يعني ليس كذلك كما يتصورون، فهذا خطأ وفحش. قال المصنف رحمه الله: وهذا غلط، فإن تسميته المباحة عقوبة لا يحسن، لأنه لا يباح شيء ثم يكون ما تجدد منه عقوبة، ولا يندب إلى شيء إلا وحاصله مثوبة. وهذه القاعدة احفظوها: لا يباح شيء ثم يكون ما تجدد منه عقوبة، ولا يندب إلى شيء إلا وحاصله مثوبة. ومنه نفهم الخطأ في قول فيما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فالله عز وجل لا يحل شيئا ثم يبغضه، الله عز وجل لا يحل شيئا ثم يبغضه. هو الحديث ضعيف. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، ونترك لكم يعني وقتا يسيرا للأسئلة. اللي قتلوا الخضر أما إنجاب الأولاد تحديا من أجل البقاء، فهذا ليس سببا، يعني ليس من باب السبب المشروع ولا رغبة لذاتها. لذلك يجب أن هؤلاء اليهود الذين ينجبون الأولاد بهذه الكثرة هم اليهود المتدينون لأسباب عقدية، وليس جميع اليهود يفعلون ذلك، وإنما اليهود الذين ليسوا متدينين إنهم أيضا يجيبون ولدا أو ولدين ولا يزدون عن ذلك، كما نعرف في بلاد الأرض وحتى في إسرائيل وفي غيرها. يعني لا، أولئك يفعلونه لأسباب دنيوية بحتة، منها اعتقادهم أنهم يريدون النسل هذا للبقاء في البلاد، وإلا أصبحوا نذرا يسيرا وقضي عليهم. الأمر الثاني أن الدولة تشجعهم على ذلك وتدفع لهم الأموال، ويكون هؤلاء الأولاد مصدرا للدخل كما تفعل أوروبا كلها، فإنهم يشجعون ويدفعون على الأولاد كي يتناسب الناس ويأتوا بالأولاد، وإلا قرروا، بل يستدعون الناس من خارج أوروبا هجرات وإقامات وما شابه ذلك وجنسيات، ويتناسب الناس ويبقون حتى يبقى الجنس والعنصر موجودا، ويسهلون الزواج الأوروبيات حتى يتخلط الدماء واختلاط الدماء يقوي النسل ويبقيه حتى لا ينقرض. لكن هذه جميعا ليست لله، هي لقيصر، كلها لقيصر، والفرق عظيم جدا بين ان تكون لله وان تكون لقيصر. فممكن يعني ليس الامر من اجل طلب الاجر وما شابه ذلك، وانما هي امور دنيويه بحته تماما. اما المسلمون ينجبون يطلبون الأجر في ذلك، يعني غالب المسلمين يطلبون الأجر في ذلك، لله عز وجل يعرف أنه له أجر في تربية الأولاد وكذا، يقول لك ربي وهذه أمانة عندي والله سبحانه وتعالى تمني عليها، مهما كان يعني رجل مسكين ويعني لا يعرف شيئا في الدين أو عميا، إلا أنه يعرف هذا، يعرف أنه له أجر في تربية الأولاد وله أجر في كذا، والأم لها أجر في الأولاد ولها أجر في الحمل إلى آخره. فيعني هذا هو الفرق إن شاء الله. أما الولد الذي قتله نعم الخضر، قتلت نفسا بغير نفس، أحسن الله إليك شيخ. قولكم أن الأنبياء أعلم الناس بأمور الدين والدنيا، أكبر الناس ليس أعلم، ليسوا أعلم، وسلم يقول أنتم أعلم من أنهم، لكن أكبر الناس
بمعنى أنهم إن طلبوا شيئاً في الدنيا فإن طلبهم هذا لا يعد نقصاً في الدين ولا في الدنيا، يعني في إطار الأولاد في 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 أمور الدنيا، يعني هذا أمر أمور الدنيا أيضاً، طلب الأولاد والناس التكاثر، فإن طلبوه فإن فيه الكمال، يعني ليس فيه نقص، ليس فيه عيب، لأنه لو كان عيباً أو نقصاً حتى في أمور الدنيا لما طلبوه، هذا الذي يقصده. أما أنا ليس شرطاً أن يكون نبي أعلم، أن يكون النبي أعلم الناس بأمور الدنيا، في النبي صلى الله عليه وسلم مر على المسلمين في أظن في خيبر أو في المدينة، أدري أين بالضبط، نسيت الرواية، عين وجدهم يلقحون، وجدهم يؤبرون نخلا، يضعون اللقاح طلح الذكر، يأخذون منه شماريخ وفيها غبار طلح الذكر، يضعونه في عذوق النخل الأنثى حتى يعني يتلقح ويخرج البلح. فقال لو تركتموه للرياح تلقحه، الرياح تحمل اللقاح، وهذه حقيقة، يعني حقيقة الرياح والذباب وبعض الحشرات وكذا تأخذ هذا اللقاح تحمله فينتشر فيأتي، لكن هذا العمل يعني هو عمل غير موفق، قد تأتي رياح وقد لا تأتي رياح، وقد تأتي رياح منخفضة لا تحمله إلى الأعلى، وقد تأتي عالية جدا فلا يعني، وقد تكون قوية فتذهب كل شيء، أما التلقيح أو التأبير المعروف تأخذ الشمروخ وتضعه في قلب العذق وتربط عليه فيكون مليئا بالطلح والغبار، تأتي النملات والحشرات والريح وكل شيء يعلق في قدمها وتلقح، الآن تمشي على الأخرى وتلقح وتلقح، أما إن تركت فإن بعضها يلقح وبعضها يلقح والإنتاج يكون ضعيفا جدا، فتركوها للرياح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد إليهم وجد الدخل يعني لم يحمل، حمله ضعيف جدا ولم يحمل، فقال ما بال الدخل يخون، فقال يا رسول الله قلت لنا هل تركتم للرياح؟ تركنا. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، الشيء الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه مهنة وفنا وعلما في أمور الدنيا فافعلوا، لأنه من باب اتخاذ الأسباب، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا ثم أتبع سببا، يعني الأسباب هذه اتخاذ الأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى تتخذ الأسباب، ومن اتخاذ الأسباب أن تلقح النخل، أن تؤبر النخل، وهكذا. الله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. فيكم بارك. بالنسبة عن عمليات تجميل مثل الفك والأسنان والأنف، هذا تبديل خلق الله؟ هو حقيقة يعتمد، يعني بس عملية التجميل فيها تفصيل في كتب الجراحات والطب في الفقه. يعتمد، وفيها أقوال كثيرة، منهم الحاضر المحرم تماما لها، ومنهم المبيح لها، ومنهم من نحى منحا وسطا، ومنهم من نحى منحا وسطا، ما كان من أصل الخلقة، وهذا ما أميل إليه، ما كان تجميله تجميلا من أصل الخلقة لإعادة الخلقة كما هي فلا حرج فيه، وما كان تغييرا للفطرة فهو يدخل في تغيير خلق الله تبارك وتعالى، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فمثلا المرأة أو الرجل الذي يفلج بين أسنانه من أصل هي مغلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة المتنمصة والباشرة المستوشرة والمتفلجة للحسن المغيرة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، تفلج تفتح إلى أسنانها تواعد عينها للحسن، هذا فيه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وكذلك التي لا شعر، التي تصل شعرها بشعر آخر، التي تصل شعرها بشعر آخر، والتي تغير لون عينيها هذه العدسات اللاصقة وما شابهها، والتي ترقق حواجبها
يفعلون بالليزر، كلهم يفعلونه بالليزر الآن. فهذا يعد من التغيير في خلق الله. أما الأسنان مثلا إذا كانت مشوهة داخلة في بعضها فتعديلها ليس فيه شيء، بل خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويم. وربما عجاج هذا يؤثر على الأسنان الأخرى ويؤثر على الفك كما يقول الأطباء اليوم، ويرحل الأسنان من مكانها، فإعادتها إلى وضعها الطبيعي ليس فيه حرج، وليس عندنا دليل على أن الله عز وجل خلقها هكذا. فربما الذي حدث هذا بسبب تفصيل الأهل، أهل يضعون يعطون أولادهم أشياء يعضوا عليها ظنا منهم أن هذا يخرج الأسنان، تخرج أسنان معوجة. آخرون لا يهتمون بهم طبيا وتخرج الأسنان مستديرة أطراس، يعني هذه قصص طبية كثيرة. فأقول ينظر في كل حالة بعينها، ينظر في كل حالة بعينها فيما يتعلق بعملية التجميل. الله تعالى أعلم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لل يعني المرأة ما متزوجة، هل يجوز إذا زالت شعرها ألف عام أو جديد؟ نعم، هذا ما متزوجة. نعم، أقول هذا يعني هذا أمر لجميع الخلق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وفي رواية خمس من الفطرة، فذكر منها نتف الإبط وحلق العانة. فحلق نتف الإبط وحلق العانة من الفطرة التي يجب أن لا تغير. تفهمون الآن؟ يعني الفطرة في اللحية تركها، الفطرة في العانة والإبط الإزالة. الناس قلبوا أصبحوا فوق يحبوا الذي يراه الناس يحبونه، والذي لا يراه الناس يتركونه، فنكسوا الفطرة. فالمرأة التي لم تتزوج والرجل الذي لم يتزوج وما شابه ذلك، الحكم فيهم جميعا سواء، الحكم فيهما سواء، فإنهم ينتفون الإبط ويحلقون العانة ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ليس في ذلك حرج. لعن الله النمص المتلمص، فكيف نعرف مثلا مناطق التلمص؟ يعني مثل الحقيقة الذي يظهر لنا في وما يظهر من كلام العلماء جميعا إلا من شذ منهم في هذا الباب، أن النمص خاص بالحواجب. النمص بصفة عامة هو النتف، لكن العرب تستخدمه بصفة خاصة عندما يقال نتف، يعني مثل نتف يقال نتف الإبطين كما ورد في الأحاديث، وتستخدم ألفاظ كثيرة شعر الرجل وشعر كذا. أما عندما يقال النمص فالنمص يدل غالبا عند العرب على نمص الحواجب، على ترقيق شعر الحواجب، وعليه فإن المرأة خلافا لما قاله الشيخ الله رحمه عليه، إذا ظهر شعر في يديها في ساقيها في وجهها في شواربها في لحيتها فإنها تزيل، لأن هذا مخالف للفطرة. فالله عز وجل خلق المرأة يعني من غير شعر في هذه الأماكن من أصل، طبيعة النساء هكذا، والرجل جعل له لحية وميزه بها هذه الأنثى وجعله مشعرا، تجد الشعر يملأه. المرأة غالبا ليس فيها الشعر، المستقبح أن تكون المرأة مشعرة كلها شعر، مستقبح الرجل يستقبح ذلك لا يحبه، بل ينفر عن المرأة التي فيها شيء كذلك، يعني حسب الناس هناك الأسلام قد لا يؤثر فيه، لكن الغالب الآن. فنقول للمرأة أزيني هذا عنك، أزيني هذا عنك وإذا نفر منك زوجك. الله تعالى أعلم. بالنسبة للرجل إذا كانت مثلا حواجبه مكثفة بحيث أن الشعر يعني يضلل عينيه يعني يزعج، يقصه إذا زال شعره. شوف الضرر يزال، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار،
فإذا ترتب على شعر الحاجبين ضرر على العينين بالنسبة لمجرور البرايا يعني زاد بحيث أنه ينزع العين كما قلت ويؤذيه في عينه فإنه يجب عليه وأن نقول يستحب أن يقصه لأن فيه ضرر والضرر كما قلت يزال. نعم نعم حتى بعدين إذا ذهب يعني يرقب شهر رمضان فإنه قد يرى شعر عينيه إلى شعر حاجبيه ويصور الناس أو يفطرهم على شعرة حاجبيه على شعرة من حاجبيه. لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يزيل شعر العبسة هذه تسمى العبسة هذا الشعر الذي بين الحاجبين لا يجوز بحال من الأحوال إزالته لا يجوز فهو من الحاجبين حتى المرأة لا مرأة ولا رجل سيادة إذا لا سيادة قالوا فهؤلاء الذين يعني حواجبهم مقرونة يقال أن عينهم قوية يعني. عينهم قوية؟ يعني لما يشوف يعني نظرهم قوي يعني ثاقب حال أي لا العين اللي يؤذون يعني إذا رأوك مثلا تقصد يحسدون نسأل الله العفو والعافية قلت عوف من الفلق وشر من الفلق هذا صحيح لا هذه خرافات خلق أنا أسأل خارج عن الموضوع ما مقصد آية التي أحكم الخوارج بس آية المقصد بالآية المقصود بالآية أنا أتعلم بأن الله لا نبوه ولا علم نسيت آية لكن ليس الآية في سورة البقرة الله أخبره عليكم وزاده وبسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء نعم هناك آية سبحان الله سألنا نقول من ليس الآية نعم على أية حال لأن النبوة أن جعل ملوكهم أنبياء فكما ورد الحديث أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي ساسه النبي وجاءه النبي الآخر يعني كان حكامه أنبياء فقط من بني إسرائيل فهذه النبوة وكثر فيهم الأنبياء ليست الأمم الأخرى يأتي النبي وقضي الأمر بني إسرائيل مئات الأنبياء جاءتهم بل ورد في بعض الروايات على ضعف مئات الألوف من الأنبياء وأما العلم فإن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم كتابين أو أكثر فأنزل عليهم الزبور زبور داود وأنزل عليهم التوراة وأنزل عليهم الإنجيل وهذا كله من الله تبارك وتعالى كله علم بل ربما أنزل عليهم العلوم الدنيوية أيضا مثل قارون وغيره يعني وآتيناه من الكنوز بين مفاتيحه للعصبة أولي القوة فربما يقصد بهذا العلم العلم الشرعي والعلم الدنيوي كذلك ولذلك لو نظرت لوجدت يعني وجدت أمورا كثيرة تتعلق بالعلم الدنيوي عندهم العلم الدنيا والشرعي حقيقة متقدمون في العلم الدنيوي اليوم تنظر إلى الفواكه التي تأتي من عندهم يعني أكبر أنواع التفاح والطرج وحب التمر ما رأينا في حياتنا هكذا تمر إلا عندهم يعني هم بارعون في هذا الباب
يعني هم حقيقة بارعون، وصلوا إلى القنبلة النووية، وصلوا إلى أنواع الأسلحة والعجائب. أكيد أخي الله سبحانه وتعالى يعني قرر هذا في كتابه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله عز وجل قرر أنهم يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا، ولذلك قال لتجدنهم أحرص الناس على حياة. فحرصهم على الحياة يؤدي إلى تفوقهم وتقدمهم في العلوم. بذلك ذلك نتكلم عن الجهاد أحيانا، والإخوة يقولون الأسلحة وإلى آخره، ولا بد وقوة، ولا بد أن يكون عندنا الأسلحة. قل لا، وإن فعلت ما فعلت لن تصل إلى عشر معشار ما عندهم من أسلحة وقوة. قوتك في دينك وإيمانك بس. إن حصلت لك قوة الإيمان فبما عندك من أي شيء يمشي الأمر. لن تستطيع أن تصل إلى آلاتهم. ولا وصل المسلمون في يوم من الأيام على مر التاريخ إلى ربع قوة غيرهم وعلومهم الدنيوية. أبداً 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 أبداً. ولذلك نحن ننظر إلى الأندلس. نعم المسلمون أول من أنعم الله عليهم بعلوم الطب والهندسة، ولكن أين؟ في أوروبا. لماذا لم تخرج هذه العلوم في الجزيرة العربية؟ ما خرجت إلا في الأندلس في أسبانيا فوق. تفهمون القصد الآن؟ هؤلاء المولدون غالباً، هؤلاء غالباً المولدون الذين ولدوا من جنسيتين، ولدوا من جنسيتين مختلفتين، وعاشوا فوق في الجو الجميل هذا في أسبانيا وما شابه ذلك. فربنا فتح عليهم طور أمورهم. لكن جماعتنا العرب الله المستعان خير على أي حال ليس منتظراً، يعني ليس منتظراً أن يكون المسلمون عباقرة في أمور الدنيا، بل يعني ما يكفي حاجتهم ويقضي نهمهم ويضطرون إليه أو يحتاجون إليه بصورة عامة. نعم. وليس هذا معناه أننا نجلس ولا نخترع ولا نكتشف ولا نعمل، بالعكس مطلوب منا أن نتقدم ونتعلم ونخترع ويكون عندنا أفضل من غيرنا. لكن أقول غالباً لا يحدث هذا، كأنه الباب القضاء الكوني لا يحدث. نعم هذا صحيح. لذلك أقول هي مسألة قضايا كونية بحتة، لأن إحنا دائماً عندنا جانب شرعي وجانب أخروي، ولسنا متفرغين تماماً للدنيا. يعني دائماً يغلب علينا الجانب الروحية وما شابه ذلك. مهما وصلت في جانب تجدك تركت الدنيا كل وقت الصلاة، وتركت الاختراعات وصليت، تركت كذا وفعلت أمور دنيوية، يعني شرعي، صيام، تعبد، حج. ليس عندنا تواصل دنيوي متصل، هم عندهم التواصل الدنيوي، هو يعمل ليل نهار ليملك الدنيا. أما أن تقول يعني الأرض لله يورثها من يشاء. خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.